في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة لأعمال الحفر بقناة السويس الجديدة، والتي تمثل حلماً لكل المصريين في فتح آفاق جديدة للبناء والتنمية والعبور بمصر للأفضل. ومنذ أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إشارة البدء في أعمال حفر قناة السويس الجديدة، والتي مر على بدء العمل بها حتى الآن 224 يوماً، تكاتفت فيها جميع قطاعات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة وهيئة قناة السويس لإنهاء كافة الأعمال في الوقت المحدد. فمنذ ذلك اليوم تم حفر 215 مليون متر مكعب بالمعدات الهندسية بنسبة تنفيذ بلغت 93.5% من إجمالي أعمال الحفر الجاف بقناة السويس الجديدة وبسرعة أعلى من المخطط لها. فتم حفر 35 كيلومتراً من علامة الكيلو 60 ترقيم قناة السويس شمالاً، وحتى علامة الكيلو 95 ترقيم قناة السويس جنوباً بنسبة 100% من الأسبقية الأولى. وجاري توسعة قناة السويس القديمة من تفريعة البلاح بطول 10 كيلومترات وعرض 61 متر ليصبح عرضها 312 متراً، بالإضافة إلى حفر مساطيح شمعات رباط وتخليق الميول الجانبية للتكسيات والتجهيز الهندسي للكباري والمعديات المدنية والعسكرية وتفريغ أحواض الترسيب في القناة الرئيسية، بالإضافة إلى تعميق وتوسعة البحيرات الطبيعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة. وقد تم تنفيذ 35 مليون متر مكعب أعمال حفر من إجمالي 50 مليون متر مكعب من الأسبقية الثانية، ويشترك في تنفيذ أعمال الحفر 80 شركة حفر لديها 3000 معدة هندسية، ويعمل بها حوالي 20,000 مهندس وفني وعامل، بالإضافة إلى كتيبتين طرق وشركة مساحة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ 2500 متر طولي من أعمال تدبيش أجناب القناة. وفي إطار التنسيق الدائم مع هيئة قناة السويس، تم البدء في أعمال التكريك بعد تدشين مشروع قناة السويس الجديدة بشهر، وهي عبارة عن تعميق قناة السويس الجديدة بطول 35 كيلومتراً وزيادة عمق وعرض التفريعة الغربية لجزيرة البلاح بطول 10 كيلومترات وزيادة عمق وعرض تفريعة الدفرسوار وكبريت بطول 27 كيلومتراً وتعميق 4 قنوات اتصال بطول 4 كيلومترات بإجمالي مخطط 250 مليون متر مكعب حفر تحت الماء. وتعمل الآن 34 كراكة في أعمال الحفر تحت الماء، تمكنت من تكريك 102 مليون متر مكعب من إجمالي 250 مليون متر مكعب، وتم تكريك حوالي 24 كيلومتراً طولي بأعماق مختلفة بالقناة الجديدة وقنوات الاتصال وتعميق وتوسعة أجزاء كبيرة من تفريعات البلاح والبحيرة المرة والدفرسوار وكبريت. وفي إطار نقل وتأمين المرافق وتمريرها أسفل قناة السويس الجديدة، جاري تنفيذ 30 عداية وسيف أسفل قناة السويس الجديدة لنقل وتأمين المرافق. وقد تم الانتهاء من تنفيذ عديات كابلات الاتصالات وتأمين خطوط الغاز الطبيعي وفك ونقل خط سكة حديد الفردان وسيفونات المياه والوقود، وجاري إنشاء 4 صحارات مياه لنقل مياه الري إلى ترعة سيناء الشرق بنسبة 35%. وفي إطار تطوير وتوسعة الطرق شرق القناة، جاري تطوير وتوسعة الطريق العرضي رقم 1 من كوبري السلام وحتى سرابيوم بإجمالي طول
52.5 من عشرة من الكيلومتر، وتشكيل وإحلال الجسر الترابي، طبقة الأساس، الأساس المساعد، وطبقة الرابطة الأسفلتية بنسبة تنفيذ بلغت 40%، وتطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية العوجة بإجمالي طول 211 كيلومتراً، وجاري تنفيذ الأعمال المساحية ونقل وتحويل وتأمين المرافق المتعارضة مع توسعة الطريق وتشكيل الجسر الترابي بنسبة تنفيذ بلغت 8%. وفي إطار إنشاء مجتمع سكني حضري يضم جميع الخدمات لخدمة العاملين بقطاعات التنمية بقناة السويس وسيناء، كان قرار السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 4927 فداناً لإنشاء 58,000 وحدة سكنية، منها 34,000 وحدة سكنية مختلفة المساحات. كما تم التخطيط لإنشاء مباني خدمية، حضانات، مدارس، مساجد، نادي اجتماعي، مجمع خدمات، نقطة إسعاف، نقطة شرطة، ونقطة إطفاء، والبدء في التنفيذ وحفر الأساسات. كما تم البدء في تنفيذ أعمال شبكة الطرق بالمدينة وجاري التنسيق مع الوزارات المعنية بالأمر لتوصيل المرافق لمدينة الإسماعيلية الجديدة. وفي إطار السعي لربط سيناء بالوطن الأم، فقد تم التخطيط لإنشاء 4 مجموعات أنفاق، تتكون كل مجموعة أنفاق من نفقين للسيارات ونفق سكة حديد بقطر خارجي 12.6 متر من المتر، وعلى عمق 16 متراً من قاع قناة السويس، وبطول من 3 كيلومترات إلى 11 كيلومتراً. كما تم تحالف شركة المقاولون العرب وأوراسكوم لإنشاء الموقع الإداري وتسليح التربة لمجموعة أنفاق جنوب بورسعيد، وتحالف شركتي بتروجيت وكونكورد لإنشاء الموقع الإداري والحفر بمدخل مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية. وحفاظاً منها على أرواح أبناء الشعب المصري العظيم من العاملين بمشروع تنمية منطقة قناة السويس، قامت القوات المسلحة حتى الآن بتفتيش وتأكيد تطهير مسار حفر قناة السويس الجديدة بإجمالي مساحة 45 كيلومترا مربعاً، وجاري تفتيش وتأكيد تطهير أحواض الترسيب بإجمالي مساحة 74.87 كيلومتر مربع. مئة وواحد وأربعون يوماً تفصلنا عن تحقيق ذلك الحلم الذي لطالما راود خيال المصريين. فعلى مر الزمان كانت قناة السويس وستظل شاهدة على إرادة المصريين ليثبتوا من خلالها للعالم أنهم قادرون على قهر الصعاب وصنع المعجزات، فهم يسابقون الزمن من أجل مستقبل أفضل للقادم من الأجيال عبر قناة السويس الجديدة. ذلك الشريان الحيوي الهام الذي سيضخ دماً جديداً وحياة أفضل إلى مصرنا الغالية وإلى العالم أجمع.